شهدت الأفلام المعروضة في موسم رأس السنة منافسة شرسة، خاصة مع بدء عرض فيلم مولانا بطولة عمرو سعد وقصة وحوار إبراهيم عيسى، والذي نجح خلال 3 أيام في تحقيق 1.5 مليون جنيه تقريبا. ولم يحقق فيلم يوم للستات بطولة نيلي كريم سوى 60,000 جنيه فقط منذ الأربعاء الماضي. وتم رفع فيلم البر الثاني بطولة وإنتاج محمد علي من دور العرض نتيجة تراجع إيراداته. والآن